السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سعودي. هذا النهار إن شاء الله نقدم حل حلقة على كيفية إعطاء كيفية النظام، وهي في الحقيقة النظام ديال الأكل ديال فصل الصيف. فصل الصيف ماشي مشكل أننا غادي نبقاو نعطيو غير السيكاليم بهذه الطريقة. هذا السيكاليم هذا مع الحرارة، أنتم كما كتشوفوا مع الحرارة أنا عاطيهم السيكاليم، ولكن هذا الشيء راه من البارح من البارح. يعني اسمه الطريقة باش نقدروا نتجاوزوا هذا الاحتباس الحراري اللي كيكون احتباس حراري. انا فايت داري لي حلقه ان ما خصناش نعطيو الصيف في الصيف السيكاليم بزاف، نعطيوه في الليل فقط، ولكن في النهار من لابد ما يتصبروا شي حاجه. هذه التصبيره هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن الربيع مثلا، اما اخضر اما يابس، ماشي مشكل. انتم دابا تشوفوا معايا داير واحد الربيع هنايا، راني يبستو لهم. هذا راه عباره عن فصه مخلطه مع تيفاف مخلطه، كذلك هنايا الخبز، الخبز اليابس انا دايرو كيتجفف كيكرم ها هو كل نهار. مثلا في الصباح ماشي تعطيهم السيكاليم، لا اعطيهم قرص بحال هكا ديال الخبز رميو لهم وخليهم يتسلاو فيه. ها انتم ربحتوا ان الاحتباس الحراري ما غاديش يجيهم، لان الخبز راه غير ماشي تعطيهم كميات كبيره بزاف، غتعطيهم غير واحد نقولوا واحد المورسو لكل فرد، يعني غير باش ما يبقاش صايم ويبان لك ما كياكلش كاع. لا عاونهم شويه ديال الفاكهه، هذيك القشور اللي كتشيط على عليكم، مثلا قشور ديال الدلاع، قشور ديال البطيخ، قشور ديال القامه ديال النعناع، اي حاجه مزيانه له. ولكن باش يتسلاو اعطيهم كذلك الخبز، الخبز مقشر ميه وحطوه بحال هكا في واحد بانيو هكا، خليه بما يكرم، ومره مره ارميو لهم واحد المورصو بحال هكا مثلا، غير طيف هكا ترميو له بحال هكا، وتخليه يقروش فيه يقروش فيه. مني غادي يسالي منه صافي، كيتسمى بلي ذاك النهار بعدا كلا. هذه هي اللي مهمه، ولكن ماشي ياكل السيكاليم. السيكاليم راه خطر له في الصيف، الصيف ما تعطيهم السيكاليم حتى الليل، حتى يكون شويه الحال مبرد عاد باش رميهم ديك 100 غرام يعني طاس ديال الياغورت هذاك، ارميه لهم وخليهم في الصباح غتلقى داك السيكاليم راه ما كاينش، يعني صافي كملوا منه. اذا هذه هي الطريقه اللي غادي تبقاو ديروها بالنهار. حاولوا ما تعطيوش الارانب ديالكم السيكاليم، السيكاليم ممنوع 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 الارانب ديالكم بالنهار، لان كيؤدي الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري اسمه غادي يوقع، غادي الام اذا كانت عشار راه كتمشي 100% هذيك، لان صافي كتكون هي درجه الحراره طالعه، لان مسكينه حامله كتزيد عليها انت مكمل عليها بسخونيه، وعاطيها مثلا واحد النسبه ديال البروتين عاليه اللي هو السيكالين، صافي مسكينه كتغلب صافي كتمشي منكم. الله يستر الله يعافيك. اذا الموضوع ديالنا هذا النهار الخبز مزيان، بعدا هو الاول وتعطيو لهم واحد طريف ديال الخبز خليهم يتسلاو فيه. السيكاليم حتى العشيه عباش عطيو لهم، هادشي غير في المرحله ديال الصيف ما ملي كيكون الجو بارد صافي ماشي مشكل. ومره مره بردوا عليهم شي حمام مثلا، غتصونوا شي شويه في الماء ولا هادي مزيان، ماشي مشكل. غير بنهار مورس الخبز كافي انه يدوزوا به نهار كامل، ما تعطيوهمش. ولكن الاهم في الاهم انه يكون مجفف مزيان، ما تعطيوهمش للبابا، البابا راه هي كتكسر البابا ما تعطيوها لهمش. اذا هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذا النهار. الناس اللي كيهضروا معايا في لي كومونتير كنشكرهم بزاف، لان لي كومونتير في الحقيقه كسبت عائله، راه ولاو بمثابه عائله، كنشكرهم بزاف. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم وباش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.